جوتن مورجن، صباح الخير ولادي وبناتي طلاب سنة ثانية ثانوي الحلوين. أول جزء النهاردة هنبدأ فيه يا حبايبي يا حلوين أطمن، أنتوا بتنطقوا الألماني إزاي؟ أول حاجة أطمن على حبايبي الحلوين، الأخبار كلمات سنة أولى ثانوي إيه؟ بلح يا هير حبيبي، عارف إنك هتقول كده. واو، اتكتبت في الكشكول؟ لا يا هير ما اتكتبتش، أهو أهو أهو. أجي أجيبك بقى من البيت، أجي دلوقتي أجيبك من البيت عشان ده ما بتكتبش كل تركة بقولها. كلمة أداتها داع تعوض عنها بإر؟ يا راجل ده نقول لك داع، خبي أول حرف يظهر لك الضمير، عمل لك إيه تاني؟ أهي داع، خبي أول حرف كده إر داس، خبي أول حرف تبقى إس بالإيه دي، خبي أول حرف تبقى زي، أعمل إيه تاني؟ نمسك كلمات أولى ثانوي ونفرمها كلها النهاردة. إيه يا إر؟ كل كلمات أولى ثانوي أربع وحدات؟ آه بطريقة عمو الهير. مين حلو فوهير؟ ها؟ أنت؟ آه أنت حافظ مش فاهم. طبعا واحد يقول لي ليه ما خدناش دي، اقول له يا ما تنفعش باجابه لسؤال باداه استفهام. يعني انا عايزكم ان شاء الله باذن الرحمن يا حبايبي تانية ثانوي داخلين امتحان الالماني بتاع الترم الاول انت مستواك اعلى من الايه من الامتحان نفسه.